هذا المنزل في محيط مطار بالتيمور في ولاية ميريلاند هو كل ما تبقى من مجموعة منازل لملاك أراض ومزارعين يعدون من أوائل المهاجرين الأوروبيين إلى المنطقة. المنزل تحول إلى متحف تاريخي لعائلة بنسون توماس وأحفاده، لكن ما هو معروف أكثر أنه منزل تسكنه أرواح ساكنيه الذين رحلوا منذ قرون، يمكننا أن نسميهم أشباح، عفاريت أو ما شابه ذلك. فريق اليوم على الحرة وصل إلى المكان قبل فريق الباحثين عن الأشباح المعروف في منطقة واشنطن بباسادينا بارانورمال انفستيجيتورز بقيادة جارد تريسي. جارد يشرح لنا الأجهزة التي أتى بها للتواصل مع الأرواح الساكنة بالبيت. هذه الأجهزة هنا هي للمراقبة، صنعناها بأنفسنا وتعمل بالأشعة تحت الحمراء، ولدينا كاميرا بنفس الأشعة لاستكشاف أي ظاهرة لا يمكن للعين رؤيتها. ويعتمد جارد أجهزة اتصال سمعية عبر موجات الأف أم والقصيرة أيضا وغيرها، لكن جارد يريد أن يحكي لنا كيف كانت بدايته مع هذه الهواية الغريبة، البحث عن الأرواح والأشباح. كان عمري 16 عاماً عندما توفي أبي. كنت يوماً ما في المقبرة لتنظيف قبره، فجأة رأيت والدي يقف ويمشي باتجاهي. كان ذلك لبضعة ثواني، ومنذ تلك اللحظة قررت البحث في هذا المجال. وصلنا الآن إلى هذه الدار التي تسمى دار بنسل، واقعة في ولاية ميريلاند، وهذه مجموعة جارد التي دخلت الآن لاستكشاف ما بداخل هذا البيت. هذا البيت أسس في العام 1820، ويقال إنه مليء بالمظاهر التي تثير الكثير من الاستغراب، ربما يتعلق الأمر بأشباح، ولكن سوف نرى الأمر من الداخل. تعالوا معي. ولأن البيت أصبح متحفاً، فإن المكلف بإدارة المكان أندريا فرازي هي من سيستقبلك. ما أؤمن به يستند إلى مبدأ أننا نحب دائماً العودة إلى المكان الذي أحببناه، وهذه العائلات التي سكنت هذا البيت عايشت أحداثاً سعيدة كثيرة، وأعتقد أن أرواحها تعود طبيعياً إلى المكان الذي يؤرخ لأسعد اللحظات في حياتها. كل الأشياء تم الإبقاء عليها مثلما كانت تشعر، وكأنك سافرت عبر الزمن بانتظار سفر محتمل إلى عالم الأرواح والميتافيزيقا. أنا والمصور أصابتنا قشعريرة خوف من حدة النظر التي تميز الدمى الكثيرة بهذا المنزل. السيدة التي تقيم هنا في هذا البيت وهي أيضا تحرص على أن يكون هذا البيت بمثابة المتحف تقول إنها باستمرار سمعت أصوات، وباستمرار قالت أن هناك أشياء تحدث في هذا البيت، وقالت أن الكثير من الناس جاءوا إلى هذا البيت وسمعوا أصوات، حتى أنهم في عيد الميلاد الأخير سمعوا أصوات الأولاد يلعبون هنا في المناطق المحيطة بهذا البيت. أهو جارد يكاد ينتهي من تركيب أجهزته الاستشعارية. طلب منا الآن أن نطفئ إضاءة الكاميرا لأن ذلك ربما يعرقل عملية التواصل بالأرواح هنا. يطوف جارد أرجاء البيت ويسأل هل ثمة من أحد من أعضاء عائلة بنسون؟ أسئلة عديدة يطرحها الفريق على من يعتقدون بأنها أرواح جاءت إلى البيت، فيما تجيب الأرواح بكلمات قصيرة جدا، وأقصى ما يمكن سماعه عبر جهاز استقبال راديو FM هو كلمتين لا أكثر. يتنقل جارد عبر كامل أرجاء البيت كما لو أنه يريد التواصل مع جميع من كانوا يسكنون هنا. حاولت أن أجرب أيضاً بنفسي التواصل مع من كانوا يسكنون في هذا البيت منذ قرون. عرفت بنفسي لكنهم لم يجيبوا بشيء. بينما كان الأمر مختلفاً بالنسبة لمصوري حين سمعنا جميعاً صوت أحد أحفاد عائلة بنسون واسمه توني يحيي مصور الحرة داني، وبعد ذلك طلب منه أن يبلغ سلامه إلى ابنه. تلك كانت الحصيلة إجمالاً في ليلة لم تكن عادية بالتأكيد. ثمة أسئلة كثيرة تطرح في هذا المجال، خصوصاً عن استعمال أجهزة متطورة للتواصل مع من يفترض أنهم أشباح أو أرواح،
وثمة بالتأكيد من لا يصدق طالما لم يرى ولم يسمع بأذنه دونما وسائط، ولكن فريق جارد يعلل ذلك بالقول إن ثمة الكثير من الأمور والظواهر لا يمكن لحواس الإنسان الخمس أو الست أن تطالها. من منزل بنسون المأهول بالأرواح بحسب ما يقال في بالتيمور بميريلاند، خليل بن طويلة لليوم على الحرة.